اليوم يا جماعة الخير عندنا مقطع جديد وحلقة جديدة من لعبة جراند فايف الحياة الواقعية بالسيرفر الأجنبي. يا جماعة الخير هذا المقطع أنا جدا متحمس أصور لكم عنه لأن فيه أحداث وأمور جدا كثير ودي أكلمكم عنها يعني، وأيضا أخبار تهم الفم اللي عندنا. ولو سمحتوا يا شباب لا حد يزعجني، أنا جاي صور مقطع خربت عليه الرقصة وربي يا جماعة خرب عليه الرقصة. المهم يا جماعة الخير أتمنى كلكم الآن تنزلون تضغطون على زر لايك، يعني أبي هذا المقطع يوصل أكبر عدد ممكن من اللايكات يا جماعة، أبي 40,000 لايك على هذا المقطع. ادري ان يمديكم تسوونها، راح اعتمد عليكم. اوكي طبعا هذا البيت يا شباب انه بيت جدا اسطوري وخرافي، والى الان في عروضات تجينا عليه ب 80 مليون يا شباب. شوف انا راح اسوي مجرد كذا، راح اروح هنا بنزل اد الان، بقول سيل هاوس 254 80 مليون راح اكتب. اوكي نزلت الان اعلان ب 80 مليون، خلينا نشوف اذا في احد راح يشتريه ولا لا. يا شباب انا ما ابي ابيع البيت، بس ابي اشوف اذا في له زبائن ولا ما في، لان صراحه بالفتره اللي ما دخلت فيها في كثير ناس تجيني الانستغرام تقول لي ممكن انا ابي اشتري البيت منك ب 80 مليون. يا شباب يعني والله البيت مو للبيع ترى، بالله عليكم يا اخي. الزبده هذا البيت اسطوري بكل معنى الكلام، انا هذا البيت عجبني كثير، ولكن يا جماعه الخير اكتشفت فيه عيب جدا جدا زعجني، انه في عندنا ازعاجات بشكل مو طبيعي تصير من هذول البيوت اللي جنبنا، يعني في اصوات تطلع، في مدري اغاني احيانا يشغلون، ما ادري ايش يعني. صراحة شيء جدا مزعج، شيء جدا مقلق ايضا انه يكون بيت فاميلي، لان انا ادور الراحة صراحة ما ادور ابدا الازعاجات، لذلك هذا البيت احتمال جدا كبير يكون بيتي ما يكون بيت الفاميلي. ولكن اسمع في اشياء كثير ودي اشرح لكم عليها، خليني بس ادخل للداخل لانه والله هنا في ازعاجات شباب الدنيا كلها. اوكي شباب اسمعوني كويس، لكل شخص يبي يلعب معنا بالسيرفر، تعرفون يعني بالعادة يد واحدة ما تصفق، فانا ما اقدر اسوي اي شيء لوحدي، لازم كلكم تسوون معي. لكل شخص حاب ينضم معنا بالسيرفر حط في بالك انه العدد محدود بشكل جدا كبير، ما باقي غير 200 مكان فقط، نحن تقريبا 800 شخص بالفاميلي الان، باقي 200 مكان، الحق او ما تلحق يا عزيزي. اذا ما كنت عارف كيف تسجل معنا بالسيرفر وتدخل معنا، شوف هذا المقطع البسيط رح اشرح لك كل شيء. ترى يا جماعه التسجيل واللعب معنا جدا سهل، كل ما عليك فعلا انك تنزل على صندوق الوصف في هذا المقطع، تنزل لتحت تسوي هنا عرض المزيد، وراح تحاول تشوف هنا في رابط او راح يكون موجود الرابط بالتعليق المثبت هنا، تضغط عليه راح يوديك لهذه الصفحه، تضغط هنا ستارت بلاينج، راح يقول لك هل عندك جراند 5 اصليه؟ راح تقول له نعم لان انت عندك جراند 5 اصليه وشاريها وهي مو مكركه يعني، فتضغط هنا يس. فبعدها بكل اختصار تجي تحط هنا اسمك، اسم العائله، ايميلك، كلمه سرك، وتاكد كلمه سرك، تضغط هنا انا مو روبوت، وتضغط هنا على ريجستريشن، راح يطلع لك بعدين كذا ضغطت زر تضغطها راح يحمل معاك اللانشر، بس ضغطت اللانشر راح يدخلك على اللعبه على طول على السيرفر فورا مباشره. فالان بعد ما عرفت كيف تسجل معنا بكل اختصار، تروح على الديسكورد الموجود هنا معنا طبعا، وتسال اذا كان في احد ممكن يفعلك بالفاميلي، او انك تتابع بثوث المباشر على الفيسبوك، لاني راح اصير ابث هذه اللعبه مرتين في الاسبوع، 3 مرات 4 مرات حتى يعني ما ادري حسب الاكشن والحماس. ولكن يا جماعه الخير اتمنى منكم جميعا تحترمون القوانين الموجوده بالديسكورد بالنسبه لانك تكون معنا بالفاميلي، لان في بعض القوانين انا اكون على البث المباشر اذا في حال شفت ازعاجات واحد يلحقني وما يسمع الكلام مدري ايش، على طول راح اطلعه من الفاميلي، راح اعطي مكانه لشخص ثاني، لان الاماكن محدوده جدا يعني ما ابي شخص يخرب معنا بالفاميلي ابدا، لازم بس تكونون كذا فل تنظيم، نبي نكون فل تنظيم، لان شباب شوفوا بلعب بوريكم شيء الان. اوكي بوريكم شيء جدا جدا اسطوري بالسيرفر. شوف اذا رحنا الان على الماي فاميلي، حلو رحنا على الفاميلي كويست 189 نقطه معنا، انا احتاج 600 نقطه، لازم الفاميلي كله يسوي ذي النقاط اللي تحت علشان يعني نجيب نقاط كثيره وننقل بيت فاميلي من هذاك المكان البعيد الى هذا المكان القريب. اوكي في شيء جدا صار اليوم انا ازعجني نوعا ما جدا، شيء قهرني يا شباب وانا ما توقعت هذا الشيء يصير. اوكي قبل أن نروح هذا المكان بس اول شيء بطلع لبرا، راح تلاحظون يا جماعه الخير انه انا حلقت الان شعري، رحت على الحلاق اللي موجود هنا معنا بالمدينه وصار في شيء جدا جدا غريب، رحت على هذا الحلاق هنا، والله يا شباب دخلت الحلاق انا من هنا، باب الحلاق هنا من جوا صح، انا كنت داخل هنا عند الحلاق، جاء واحد انا صاف سيارتي برا، جاء واحد حط سيارته امام الباب، ما كان يديني اطلع ابدا ولا افتح الباب ولا حتى اطلق النار ولا اسوي اي شيء، فك سيارتي امام عيني سرقها وراح، اقسم بالله يا شباب انا فك سيارتي امام عيني سرقها وراح، والله يا شباب ذا الكلام قبل نصف ساعه من الان تقريبا، شوف سيارتي طارت من هذا المكان، سيارتي سرقها هو يعني، لازم ادفع 10% من سعرها عشان ارجعها الان، والسياره ما ادري كم سعرها. وخالد دودو شكرا لك يا خالد دودو على ال 50 جراند كوين، وربي انك اسطوره يا خالد دودو، ثانك يو سو ماتش حبيبي، شكرا لك والله. خالد دودو دائما يضبط حسابنا، والله خالد شوف ذا المقطع عند شخص خرافي تراك والله. شباب شوفوا كم معنا الان جراند كوين معنا، معنا 502 دولار معنا يا جماعه الخير، اذا ابي افتح باكجات من هنا لبكره والله شباب ما راح نخلص. اوكي هاي طلع الاعلان عندي بالشات راح تشوفون هنا مكتوب سيلينج هاوس 254 هيلي باد سويمينج بول 80 مليون، خلينا نشوف اذا في ترى احد ممكن يكون مهتم ممكن ما يكون مهتم،
انا ما ادري، ولكن ها حط هذا جي بي اس الان، شوف هذه بجي بي اس الان. اغلب هذه الفاميلي اللي امامنا يا جماعه الخير بنات طلعوا، بس مزعجين كثير يتكلموني ثرثرون، تعرفون يعني كلام النسوان ما يخلص يا جماعه. شباب شباب اسمعوا، ناهيكم عن هذه الامور، انا قلت انه جالس ادور بيت فاميلي الى الان، انا ابي اخلي هذا البيت لي لان قلت لكم مزعج بشكل مو طبيعي، ما ينفع ابدا يكون بيت فاميلي للاسف. الامانه هذا كلام صح يا جماعه الخير. تواصل معي شخص على الديسكورد اللي انت تدور على بيوت، صح عندي لك ثلاث بيوت، عندي لك بيت العائله، بيت اسكوبار، عائله اسكوبار من العوائل اللي كانت مشهوره بالسيرفر يعني، فبيتهم معروض بمبلغ جدا كبير، انا ما راح اشرح لكم مبلغ كم الا ما نوصل على البيت، انا راح اروح عليه فورا. 273 يا شباب، تعالوا اوريكم البيت الفخم هذا 273. هذه الحلقه راح تكون ايضا منوعه كذا، راح نسوي اشياء كثيره يعني بنفس الوقت، فما عليكم يعني. هذا ايش يسوي هنا الان؟ والله كلهم يبون هذا البيت شباب، يدورون هذا البيت. جليل شيء كل بيت شباب، شوفوا بس نزلت اعلان واحد، شوفوا كم واحد صار في بيتي يا ولد، وخر انا الان بروح. طيب اطلع اطلع لو سمحتوا اطلعوا يا شباب، شوف الزحمه، او ماي جاد شوف الزحمه، ايش في هذا البيت اللي انا رايح له الان يا جماعه الخير؟ هو بيت فاميلي، كان بيت فاميلي جدا كبير، سعره خيالي جدا، بسعر يعني ما يوصف، ما يمديني اخبركم السعر، راح اخبركم ورا ما نشوف البيت عشان اشوف تقييمكم على البيت يعني. شباب انا الان تقريبا وصلت الى المكان، او مو تقريبا انا وصلت الى المكان، هذا هو المكان مثل ما تشوفون، شوف يفتح بسلايدنج دور مدري ايش، حاول اصف سياره جو، بسوي نفسي واحد منهم الان. تعال بس بوريكم البيت على السريع، هذا هو البيت المعروض للبيع، شوفوا كيف شكله، شوف المساحات، شوف معانا كم شخص يمدي يصف سيارته هنا، ذاك صف سيارته هنا، ذا صف سيارته هنا، شوف المساحات يعني انت بس شوف المساحات واستمتع يا عزيزي، ما في، شوف بالله عليك شوف، هذا هو بيت الاحلام من جديد، انا ما يمديني اكلمك كان هذا البيت جميل، شوف معنا هنا المساحات ايضا، واو يا المساحات، هذا يكون بيت فاميلي اصلي يا مدير، هذا بيت فاميلي اصلي ترى، هذا هو من جد بيت الفاميلي، فهذا البيت يقدر ثمنه، اول شيء اكتبوا لي كلكم تحت بالتعليقات كم تتوقعون سعر هذا البيت قبل اخبركم تنصدمون الان يا جماعه، لان صراحه مو منطقي سعره، كثير مو منطقي ابدا، ما ادري والله بالنسبه لي كان مو منطقي يعني، سعر هذا البيت يا جماعه الخير مو 70 مليون ولا 80 مليون ولا 90 مليون ولا 100 مليون ولا 110 ولا 120، 130 مليون، اوه خليني اطلع من هنا احسن والله، خليني اطلع من هنا، 130 مليون سعر هذا البيت صراحه، يعني انا لو اجلس من هنا شوف ناقصني 100 مليون، انا معي 30 مليون، يمشي 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 الحال طيب ولا لا؟ ينفع ولا ما ينفع؟ الزبده هذا البيت يعني اوكي هو حلو كثير مره حلو، شفته بمكانه يعني اسطوري كل شيء، بس انه ما اتوقع ينفع لي اني اشتريه، والله انه غالي جدا شباب هذا السعر، ماني اتذكر هذا البيت يا شباب من اخر مقطع خبرتكم انه بنشتريه وكذا، طلعت في بنت شاريه هذا البيت، تواصلت معها على الديسكورد يعني، حاولت افهم منها اذا تبي تبيع هذا البيت ولا لا، لان صراحه اشوف هذا البيت اهدأ بيت ممكن تشوفه بالسيرفر، خاصه ورا عندك مساحات ومدري ايش، فالبيت هذا يعتبر بالنسبه لي كان الحل المثالي للفاميلي للامانه يعني، هذا اكثر بيت انا حبيته بالسيرفر بالكامل. فصاحبه البيت قالت انها توني شاريته، ابي استمتع بالبيت، لسه ما استمتعت فيه كثير فل استمتاع، وصار لها زمان جدا تبحث على بيت مثل ذا يعني، فقالت انه اسفه ما يمديها تبيع الا بسعر خيالي، فانا قلت لها ايش رايك تبيعي ب 80 مليون؟ انا كذا عرضت عليها يعني، قالت لي اذا جبت الفلوس كلمني، تمام؟ فانا ما ادري اذا يستاهل ولا لا شباب، انا ما راح اكلمها الى الان، انا مع الاسف ما راح اكلمها طبعا، انا يا جماعه الخير راح امسك الفاميلي اكثر واكثر بالايام القادمه، مما يعني على البثوث المباشره راح اسوي اكشن مو طبيعي، واللي الناس اللي ما تمديها تتابع البثوث ما عليكم، راح انزل لكم مقاطع هنا على كل شيء بيصير معنا من اشياء خرافيه جدا حتصير على البث المباشر، اوكي؟ مقاطع حصريه حتكون ايضا غير البث المباشر، كل المعلومات حتلقوها بالديسكورد دائما وابدا، في قائمه خاصه بالديسكورد عنوانها جراند الحياه الواقعيه، شوف اخبار جراند الحياه الواقعيه وراح تفهم معنا كويس، انا ودي يا جماعه الخير نسوي عمليات السرقه الجديده، في عمليات سرقه اي تي ام نزلت جديده بالسيرفر، فيمديك الان تسرق البنوك يعني، شيء جدا جدا اسطوري صراحه، هذه حركه خرافيه، فانا جدا جدا سعيد انه نسوي هذه الامور مع بعض ان شاء الله. يا طيب ابغى لايسنس بلايت للبروتو اللي عندي هنا، اي كان ارخص شيء صراحه، ما يهمني اي لايسنس بليت الان، وين بروتو 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 منين بروتو، ليتس جو ليتس جو، تم يا جماعه الخير تم، هذا الان انا شريت لها لوحه، راح تشوفون اللوحه وراها الان صار فيها لايسنس بليت، مما يعني الان انه الشرطه ما يمديها توقف سيارتي اذا كانت مصفوفه باي مكان عشوائي. طيب هذا خلصنا منه الان شباب، في عندي ايضا اشياء ثانيه ودي اوريكم عليها، اول شيء تعالوا نروح الى هنا مكتب العقارات، لان في بيت ايضا مكتب العقارات حاطين سعره بشكل جدا مو طبيعي كمان، بس انه بيت احلام يعني يعتبر بيت الاحلام صراحه، انا ما شفت اذا في شيء بيوت بالمزاد ايضا، مع انه المزاد هو مهمة جدا صعبة، انا ما اتوقع بورط نفسي بالمزاد من جديد شباب، لان قلق بشكل مو طبيعي والله، لازم تكون عينك صاحية الف على كل شيء يصير، سكروا عليه الباب وسرقوا سيارتي هنا، والله انه قهر قسم بالله، وربي ما ادري اذا هذه الحركة عليها باند ولا لا، ما ادري انا بسأل الادمن عليها والله، لان صارت غش امام عيني سرقوها، ممنوع كذا نوعا ما. الزبدة تعالوا نشوف الان، بسم الله الرحمن الرحيم، كم بيت عندنا هنا؟ 35، اما اتوقع شارون للبيت والله، على الاغلب شارين للبيت، عندك هذا البيت رقم 74 معروض بمبلغ 40 مليون يا شباب، ايش رايكم نلقي نظر على رقم 74؟ تعالوا اخذ له صوره، هذا 29 مليون 26 مليون، هذا ما يستاهل اصلا 7 مليون، 18 مليون ما يستاهل ايضا، انا شايفه من قبل هذا البيت، 45 مليون، ايش في لهذا البيت طيب؟
29 مليون هذا البيت 1390. اوكي شباب شاروه للبيت، شاروه للبيت او صاحبه شاله من هنا. البيت كان سعره 120 مليون، اوكي ما ادري كم رقم البيت كان، والله اني نسيت يا شباب، والله اني نسيت، شركته من شيكته من يومين ونسيت رقم البيت. هذا انا وصلت الى البيت الان 40 مليون، والله كانه يستاهل. ثواني شويتين، عنده مدخل خاص بهذا البيت ولا لا؟ بس كذا مدخله، اوكي انا عرفت ليش 40 مليون. طيب هذا البيت يا شباب، انه هذا البيت عرفته، هذا البيت من نفس الشخص يا جماعه الخير اللي عارض بيته ل 130 مليون اللي شفناه. هذا هو نفس البيت يا شباب، ولكن عرضه هنا انه نفس صاحب البيت. يعني شوف هذا هو البيت، عنده مسبح صغير. انا قد جيت الى هذا البيت خلف الكواليس شيكته على طول اللي هذا هو. تعال شوف صاحب البيت ايش اسمه الان، اتوقع له علاقه باسكوبار او شيء من هذا القبيل. وين اسم صاحب البيت؟ راح يبين معنا من هنا. هذا هو يب، هذا هو اسكوبار، شفتوا هذا هو صاحب البيت. خلاص خلينا تعال نشيل من هنا. والله حسبته المكان مغلق اكثر. شوف انا احب الاماكن اللي تكون مغلقه عشان ما يكون في ازعاجات. يعني انا عندي فكره اسطوريه والله اسويها شباب، والله انه عندي فكره اسطوريه. اوكي هذا هو البيت، والله ريتني ما جيت الى هذا. لا وين هذا البيت؟ ورا صار، معليش والله البيت صار هنا. هذا هو البيت، شوف هذا هو البيت. هذا هو البيت، والله ما ادري هذا ايش، ليش هذا سعره؟ كم سعره؟ سعره 45 مليون يا رجل. لبيت من هذا؟ بيت من؟ من صاحب هذا البيت؟ والت لورن. يا رجل ليش هذا البيت غالي كثير؟ طيب احد يشرح لي شباب سبب غلاء هذا البيت. يعني هل هو عنده مسبح كبير ورا؟ هل هو ايش عنده؟ اطلاله حلوه ورا؟ عنده مسبح والله. اوكي حركات والله. شوف عنده كمان هنا شباب، والله شباب حلو يجي من هذا البيت. ايش عندنا هنا كمان؟ عندنا هنا مسبح صغير جدا في هذا المكان. نايس والله، نايس. اوكي نايس نايس جدا نايس. تعالوا نروح البيت يا جماعه الخير واشرح لكم كيف ممكن نجمع فلوس بشكل جدا كبير. نحن مرتبتنا ال 50، تخيلوا معنا، برغم اننا تارك السيرفر، برغم اننا ما العب كثير، برغم عندنا فاميلي جدا فرطت بشكل كامل. شوفوا نحن توب 50 الان، والله شوف عدد كبير شباب. ترى نحن عددنا الكبير هو اللي ساعدنا، فما بالكم اذا رحنا نشتغل نجمع فلوس كثير، نسوي اشياء كثير، نشتري شركات، نشتري اشياء. ترى والله بنصير لسه ما شباب، بس انه يعني تعرفون الامر صعب، الامر مو سهل. بس بداية انا وصلت الى بيتي الان. شوفوا ذا الصوت شباب، هذا ما ادري ايش يسوون 24 ساعه يسوون كذا. اسمعوا ذا الصوت، ذا صوت الصراخ. اسمع سامعين صوت صراخ؟ هذا ازعج صوت اسمع من كل الفاميلي هنا. والله شباب اذا هذا نجي نريد ذول الفاميلي على طول الان، اذا في حال خشينا والله نجي نريدهم، نريد هذول كمان معاهم يا اخي. والله مشكله ترى، المشكله ان انا ما ابي اريد بيوت فيها عدد كبير، ترى احنا نسوي مشاكل بسرعه يعني الان بالسيرفر، ما ابي هذا. انا رجعت الى بيتي شباب، تعالوا ندخل الان الى البيت على طول، اروح الجراج اسحب سيارتي. مع الاسف سيارتي هذيك ما رجعت، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو بيت الفاميلي بالوقت الحالي. شوف هو اهدأ بيت بالسيرفر ممكن تلاقيه. شوف موقعنا وين احنا هنا، هذا بيت شخص طبعا، بيت شخص واحد. هنا عندنا بيت فاميلي ثاني، هذا البيت يعتبر اهدأ بيت فاميلي. ترى كان هنا كله ثلج، انا هاي اول مره اشوف المكان هنا بدون ثلج، والله يا شباب ما شفت المكان بدون ثلج، هاي اول مره. والله بيت كويس ترى، بيت كبير يعني كويس نوعا ما. عيب الوحيد انه صار بعيد شويتين عن المدينه كلها وعن الاكشن بشكل عام. اوكي ان شاء الله في بيت هنا باخذه يا جماعه الخير. انا ما بتكلم الان، بترك لكم المقطع الجاي يتكلم نفسه، ولكن شوفوا هذا الكلام موجه الى كل شخص يبي ينضم معنا بالفاميلي. بوريك الان شيء واحد لازم تركز فيه، عددنا الان بالفاميلي 803 اشخاص يا جماعه الخير، في 197 شخص في ينضم معنا الى الفاميلي. ولكن في ايضا اشياء، الناس اللي ما تخش هنا واللي تتابع ذا المقطع راح يتم طردك من الفاميلي عزيزي في حال ما دخلت الاسبوع الجاي. لازم تثبت وجودك، اذا في حال ما خشيت راح اطردك من الفاميلي عشان اعطي فرصه لغيرك، لان انا عارف في 1000 شخص مينيموم راح يجون هنا، مينيموم في 1000 شخص راح يخشون معنا بالراحه. يعني ابي انظم الامور اكثر شباب. شوف هذول كلهم الاشخاص صفر ساعات لعب الاسبوع الماضي، صفر، هذول كلهم راح يتم اقصائهم من الفاميلي لان خلاص تركوا اللعبه وما يبون يلعبون. شوف هذا شخص لعب 7 ساعات، هذا راح اخليه مثلا كل شخص يلعب اكبر عدد ممكن بالسيرفر راح نعطيه رتبه كل اسبوع مره، راح نرفعه مره لين يوصل الى الرايت هاند اللي هو اليد الذراع اليمين لي. وان شاء الله هذا الشخص راح اكفله بمهمات جدا كثيره. لنشوفه يعني مخزون الفاميلي الان ناقص 116,000 شباب، هذه من اخر مره سرقنا فيها عصابه ما. اوكي طبعا لما يكون المخزون الفاميلي ناقص سالب ما حد يمدي يريدنا من جديد، الان ما حد يمدي يريدنا ابدا. فاذا في حال رحنا ريدنا بيوت راح يصير الفلوس اكثر، وفهمتوا الفكره. نحن نبي نريد يا جماعه الخير، نبي نسوي اكشن، نبي نجيب فلوس، نبي نرتب الامور كثير. راح اروح انا الان هنا، راح اروح على الجراج يا جماعه الخير علشان اتالم شويتين. انا بعت سيارات مره كثير، شوف الان حرام وربي حرام. هنا عندنا كل السيارات الكرمة ما شاء الله، هذه اقوى سيارات بالنسبه لي بالسيرفر والله. انه هذا مو مدرعه طبعا تجي، بس انه يعني تقريبا مناسبه جدا للعصابات. شوف فما بالك اذا خلينا لونها اسود بالكامل، ورب راح يطلع شيء اسطوري. هذول السيارات شويتين ممكن اخلص منهم، بالنسبه للبوفالو ممكن ابيعه الان، صراحه البوفالو مو سريع ابدا. شوف المبلغ ممكن اطلع منهم 55 او حرام ابيعهم والله بالنهايه، ما علينا مو غاليين اصلا. الزبده انا اريد يا جماعه الخير الان افتح كم باكج علشان تعرفوني الاكشن يزيد اكثر. نبي نفتح باكجات يا جماعه الخير، ولكن هذه المره نبي نفتح باكجات نكسب فيه سيارات. والله شباب انا ابي ذي السيارة بشكل مو طبيعي،
انا احلم في دي السياره البوغاتي ميليتري اديشن. بوغاتي ارجوكم اعطوني دي السياره، بالله عليكم اعطوني دي السياره ارجوكم يا الله. والله انها حلوه شباب، راح احاول افتح من الان. معي 502 دولار يا شباب، والله راح نسوي امور كثيره. حتى هذه اللامبورجيني يا ويلي شلونها محلا يا ويلي. تعال نفتح من ذا الباكج الان يا شباب ونتوكل على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رحمن يا رحيم. ابي اكسب سياره اليوم شباب، والله اني ما راح ارتاح اذا ما كسبت سياره. اوكي تعال نفتح من ذي تقريبا 5-6 مرات وكافي. هذه بس كذا تجربه حظ بالبدايات. في كثير ناس كسبت دي السياره الا انا، الا انا حظي جدا جدا معفن فيها. واحده وبس. اوكي ما في، خلاص ما في، نحول على بعده على طول لان تعرفون يعني ما في هذا. شباب هذا الباكج اللي سعره 10 اللي فيه المكلارن الفا، تخيلوا احصل على دي السياره الان. طبعا انا حاصل على ذي ومعي ذي بس ما معي اللي في الوسط. اجرب فيها حظي مره واحده بس شباب، ليه ما لا، خلينا نوع شويتين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب. يا الله والله حسبتها سياره شباب لما سمعت الصوت، والله حسبتها سياره. اوكي 100,000. اسمع بجرب مره ثانيه بس على الاخير، خلاص بس مره. هاي ترى كسبتني المكلارن، والله المكلارن كانت اسطوريه. 200,000. اوكي 200، خلاص لا تطمع لا تطمع، لازم تنوع، لازم تروح يمين لازم تروح يسار. خلاص الحل هو كالتالي، عجله حظ ما مكانه هي تقرر. خلاص انت ما سويت هذه العجله الحظ على الفاضي شباب، تعال نستخدمها. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش ما يطلع انا هنا راضي. اوكي 40، اعوذ بالله اعوذ بالله، يبي باكج 40. اوه ماي جاد باكج 40، بالله عليك ليش كذا من البدايه؟ لا والله كذا زعلت، انا زعلت شباب. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد، انا مضطر افتحها. البوغاتي فيرون شباب، بوغاتي فيرون ارجوك يا رب يا رحمن يا رحيم، ابي هذول السيارتين بالاعلى يا رب. 40 دولار ترى مبلغ جدا كبير، وربي يا شباب اني ندمت. يا رب يا الله يا رب اعطيني مليون على الاقل، يا رب مليون. بحياتي ما عاد افتح باكجات عن طريق عجله الحظ بحياتي كلها شباب. خليني اعطيه فرصه كمان، خليني اعطيه فرصه كمان، بالله لا تخزلني الان، لا اطلع 40 ارجوك يا اخي. 15 اوكي مناسبه 15، تعالوا 15. يلا تعال نفتح ذي شباب، ايش يسوي يعني 15 15 هي هي. ليتس جو. حرام والله حرام، وربي قهر شباب، شكلي بكنسل الفكره. 200,000. اسمع دي اخر مره والله، اذا ما طلع لي شيء حلو فيها بكنسل عجله الحظ. 10 اوكي نايس ون نايس ون، 10 اوكي حلوين. كنت ابي البي ام، والله كنت ابي البي ام شباب، البي ام. اوه لو تطلع لي ذي البي ام يا رب. يا اخي مستحيل يطلع لك سياره، في سياره واحده بالاعلى مستحيل. اوه 500,000 كفو، 500,000 نايس ون والله نايس ون. بس انا احس انه مستحيل شباب. شوفوا انا الان بنزل معكم تحدي، بفتح من ذا الباكج 9 مرات شباب، ولا لا لا كنسل التحدي شباب. تعال افتح ذا الباكج كمان، صراحه هذه السياره جدا جدا في بالي والله، بفتح منها وفاتح منها 3 مرات يعني. ليه لما لا ما تطلع لي سياره حلوه، لما لا. شوف 400,000 الان، والله يا شباب هذه بحظكم جميعا الان، وربي شباب اذا ما كسبت السياره هذه بحظكم جميعا. يا رب يا كريم يا الله بالسيارة يا رب بالسيارة. يلا يلا لما اتحمس كثير اكسب سيارات دائما وربي شباب. بفتح منها 2 لسه كمان، ممكن هالو يمديك تكسب السيارة، انت صنعت المستحيل من قبل، بس انت ما تشوف امامك لان في شيء على هذا. شايفيني بدون نظارات شباب، هذا شكلي بدون نظارات. السلام عليكم جميعا، اخباركم طيبين؟ شباب والله اني متحمس جدا. اسمع يبي لها رقصة، يبي لها رقصة، ممكن هالو يبي لها رقصة. والله اذا ما رقصت ما يمديك تكسب. يلا ايوه يلا ليتس جو، ممكن هالو يمديك. يا رب يمديك يمديك وربي يمديك وربي يمديك. 20 دولار يلا يا الله يا ربي، ليش ليش ابي سياره يا رب ابي سياره. 400,000 اوكي شباب، باقي شوي اكسب مليون ونص، بكمل عليها هذا الباكج الان. بسم الله الرحمن الرحيم، باكج بخشمك يا مكالو، خشم مكالو يا رب يا كريم. يا الله يعني الناس كيف تكسب ذي السياره شباب؟ يفتحون منها مليون واحده، صرت صرف عليها مليونين الان. يا بفتح منها 2 كمان، بفتح منها 2 ودي فيها بشكل مو طبيعي. يا رب بحظكم جميعا. اوه 700,000 سيارة سعرها 7 مليون 700,000. او ماي جاد والله كثير. اخر وحدة واكسب مليون ونص، حرام اتركها شباب. مام كالوز هير، مام كالوز دير، مام كالو سيارة. الله ياخذك اخذ 500,000. اوكي كسبنا مليون ونص شباب، بطلع من ذا الباكج. هذه هي مكسبها انك تكسب فلوس كثير كذا يعني، فاهم انت علي؟ والله انا ما عندي هذول شباب، تعال نفتح باكج من ذا. بسم الله لما لا، لامبورجيني تيرزو. الله كسبت سيارة سيارة يا رب. اوه روز روز رايز، روز رايز شباب، سيارة روز رايز. ليتس جو ليتس جو يا حبيبي، ليتس جو ليتس جو سيارة روز رايز. وريتي من زمان سويتها يا شيخ الشيوخ، ايش معاك يا شيخ انت الان؟ تعال نطلعها يا شباب وربي. يا الله مبروك كاتب، الله يبارك فيك. ثانك يو ثانك يو. والله شباب سيارة روز رايز، اوه شوف شكلها يا ويلي يا ويلي، والله اسطوري يا شباب. تعال نشوف الان كم سعرها. اوكي يا شباب انا اتوقع سعر ذي السيارة مرة غالي، لازم يكون سعرها فوق 6 مليون 6 مليون 7 مليون. ليتس جو يا اخي ليتس جو، 7 مليون روز رايز ما قالوا. ترى سياره الاحلام ذي شوف ما اكبرها هيبه، ذي السياره من اكبر. اوه شوف كيف الباب يفتح ولونها ازرق من الداخل يا ويلي. يا الله بروح فيها البيت، هذه بحطها ببيتي 100% شباب، هذه بحطها ببيتي والله، هذه ما تروح الا بيتي والله، والله شباب ما تروح الا بيتي. ديم 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 ديم
اوه لا انتبه انتبه يا ويلي روز رايز. والله اني رضيت، خلينا نجيب الان هذه مكانها. خليكي مكانك الان بالوقت الحالي، بشيلك بعدين. اوكي ما عليك الان، نحن كسبنا ثاني افخم سياره من هنا، فشي كان جدا جدا كبير بالنسبه لي. يعني ذا الباكج ب 15، بس اسمع في عندك البي ام هذه اللي بالله عليك اذا طلعت لك انت ملك. ترى هذول كلهم حلوين، انا ما عندي ولا وحده من ذول شباب، انا عندي يمكن بس دي اتوقع. 15 دولار ما فتحت منها كثير، بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله نفتح منها مرتين. لا في واحد كسب سياره، مستحيل يكسبني سياره ورا. فورد رابتور كسب هذا. ايش ذا الباكج شباب يكسبوا منه فورد رابتور؟ هي هذا كسب فورد رابتور شلون؟ ابي الفورد رابتور انا والله، اسطوري الفورد رابتور وينه؟ اما كسب ذيب باستخدام النقاط هذه، انا ما عندي نقاط. شلون يكسبونه؟ والله اسطوريين والله. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه الخير، لما لا نكسب البي ام دبليو؟ يا رب يا ممكارو يا رب يمديك. يمديك تكسب سيارات والله، هنا يمديك ترى. اسمع ما في شيء مستحيل بالحياه، طالما كسبت ذيك ما اشوف اي سبب انك ما تكسب ذي ايضا. والله شباب حرام لازم هذا، والله حرام شباب لازم لازم. اسمع لا تفتح ورا بعض، لا تفتح ورا بعض، سوي سوي رقصه الان، سوي لك رقصه كذا. يلا ايوه ايوه هز بخصرك كذا كذا ايوه كذا، يلا شد يلا روح كفو يا كريم يا رب سياره. يا ويلي يا ويلي ابي سياره. 200,000 كمل ولا تستسلم، اذا ما حصلت ما راح تحصل، وربي يمديك وربي يمديك. حمس نفسك، ترى انا لما اتحفز اكسب سياره عشان ما ادري ليه، كل مره احفز نفسي اكسب سيارات. والله شباب اني محتار، يا الله كم اكره هذه الحاله. تعال نفتح من ذا، اوكي تعال نفتح من ذا مرتين، معنا 40، ليتس جو على بركه الله، على امل نكسب احد من هذول السيارات الثلاثه. ممكي هالو احلم انك تكسب شيء اليوم، احلم احلم. انا حظي بيض والله اليوم، مره بيض حظي، خلاص بنهيها كذا. الله اكبر كسبت سياره، هذه ختامها مسك، ختامها مسك، ليتس جو. سياره ثانيه من التزركات، تزركت تزركت ما ادري ايش اسمها شباب، تزركت سياره شباب هذه. اوه ماي جاد عندي اياها شباب، انا عندي اياها اوكي، انا عندي اياها هذه السياره تمام، انا اعرف عندي اياها، بس انه ايزي ايزي لما لا لما ايزي. عادي عادي شباب اسطوريه ترى السياره هذه. شوفوا شباب عندي اياها هنا شباب، راح اسوي حرف. كم سعر هذه؟ توقعوا كم سعر؟ توقعوا الان 4 مليون سعر. اوكي هي مو كثير بس انه والله مناسب 4 مليون نوعا ما، فانا راح اخليها في ذا المكان خلاص، خليها بما انه عندي واحده مثلها ايزي، خليها الان هنا للشباب. ختامها كان مسك بالنهايات بس اللهم يعني، شوف السياره كيف تفتح كمان يا ويلي. تعال روح فيها شباب، تعال روح سكر الباب لو سمحت، تعال نطلع فيها الان لبرا ونروح في عالم الاحلام. سياره سريعه، تعال نختبر سرعتها الان. والله شكلها سريعه كثير من الداخل، يا الله من الداخل فيها نجوم بالاعلى كمان يا الله. فليتس جو تشد فيها الان الى البيت يا مدير. طبعا هذه السيارات كلها بطيئه، تعتبر انك مو مطورها ليفلها الماكس، لما تطور المحرك ليفل ماكس وكل شيء ليفل ماكس خلاص يصير عندك شيء اسطوري. لازم احط فلوسي ايضا بالبنك، صار معنا 10 مليون زياده، فصار معي الان 50 مليون شباب الحمد لله. والله 50 مليون اسطوريين والله، 50 مليون مبلغ، 50 مليون مبلغ يعتبر خرافي بكل معنى الكلام. لو كان معي ذا المبلغ الاسبوع الماضي كنت اشتريت ذاك البيت يعني، حسبي الله. هذول كلهم هنا، هي عرض بيع من قبل شوي، ايش في لسه هذول يشوفون بيتي شباب الى الان يشوفون منزلي. يا ولد ايش فيكم كلكم على بيتي الان؟ كلهم يشوفون البيس هذا شباب، حابين ذا البيس بكثير يعني. وال 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 سيارتي منها شباب، اطلب الروز رايز مكان ذيك سياره التايروس اللي طارت مني. حسبي الله حسبي الله يا اخي، حطيتها هنا. تعال اطلع برا، جاي يشتري البيت شباب، جاي يشتري البيت. اما الى انت صاحب البيت الان؟ ايوه انا صاحب البيت، انا صاحب البيت، ابي 80 مليون عليه والله. يعني هو ديكور نظامي ما ادري والله ايش مستني انت الان، ولكن بيت جدا عادي، كلش كلش عادي. جاي شيك البيت عندي، يقول لك البيت ابي اشوفه الان، القي نظره عليه. والله ما ادري ايش تبي تشوف بالتحديد يا عزيزي، ولكن انا ابيع 80 مليون. اوكي ايش اسم هذا؟ محمد اسبا اولي شرطي هذا طلع، اولي شرطي. هلا 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 ماي فريند، يو وانا باي ذا هاوس. هلا هلا مكالو. هلا هلا هلا. والله بموت فيديوهاتك يا اخي، حضرتهم كلهم، والله انك احلى يوتيوبر يا اخي. حبيبي حبيبي والله هلا، منور منور. هاي جالس يكلم على البيت. يا يا اتس اوبن يو كان سي ات. ثانك يو. نو بروبلم. يبي يشوف البيت كمان، ايش هذا شباب؟ هي يبون يشترون بيتي هذول، والله شباب نزلت العلم من متى انا؟ يا شباب يبون يشوفون بيتي، صار لهم ساعتين منتظرين هنا، فتحت باكجات الدنيا كلها والى الان موجودين الشباب هنا. يا جماعه والله انهم مجانين والله، لذي الدرجه هذا البيت مرغوب؟ لا بدأت اسال نفسي اسئله انا الان شباب، شباب اكتبوا لي تحت ابيع ذا البيت ولا ما ابيع الان؟ So yo, you're selling this house for how much again? Yeah, I'm selling it for 80 million. 80, huh? Yeah. Yeah, I know. You know, I bought it for 75 million 2 weeks ago. Who? I mean, I got 86 mil on me, but I'm gonna have to think about it. That's a lot of money. Yeah, that's a lot of money. But actually, the house is good because it's like you don't have anyone annoying you or something. You have all the outside for you. You have a helipad. You have a swimming pool. Everything you need. It's pretty hard to find a similar house in the city. It's so hard. Yeah, yeah. I take it you're Mr. Music. Yeah, yeah, yeah. Nice to meet you too.
Thank Demi. You. Okay, welcome, Demi. Welcome. Yeah, you know, I'll think about it, man. I'll think about it because it is took me quite a bit to get back to 80 mil. I'm gonna have to really think about it. If someone else gets it, though, no hard feelings. I. Okay, no problem. You can message me after that if you like to buy it or something. Yeah, no worries, man. Thanks. Okay, no problem, no problem. Good luck. Thanks, you too. Nice, والله نايس. والله اوه يا الله كميه. والله اني انحرج الشباب. والله اني محترم ألف والله. والله يا إنه محترم ألف يا شباب. إيوة شباب بجي أشرح لكم أنا ليش كذا أسوي. أوكي شوف أنا جايني عروض عليه كثير بس أنا الآن في فل حيرة وتردد من أمري يا شباب. شباب أنا بروح بس أستفسر منهم بروح أسألهم ليه تسوون ذي الأصوات. دقي شباب بروح أسألهم مين يطلع هذه الأصوات كل مرة. يتفايتون هذول. أما يتفايتون هذول شباب إيش فيه. نايس والله يتفايتون. ولا ولا نايس نايس نايس. كفو كفو كفو. شد شد الازرق. كفو يا الازرق. هذا الصوت اللي اسمعه كل مره. ولك هذول الملاكمين طلعوا شباب. شوف الملاكمين يلا من الواقعيه شباب. انا 24 ساعه اسمع هذا الصوت. طلع ملاكمين هذول. اما عادي والله امام بيتهم يسوون ملاكمه. انا اكل بعرف كنت جيت كل مره تابعت. او فاز فاز. او هارد لك مان هارد لك. نايس نايس. او شيت والله كفو عليه. والله جلد وجلد شباب. والله جلد وجلد. شوف الفريق هذا ضد الفريق هذا اتوقع. ولك الصحفي شباب. شوف الصحفي كمان يصور. واو والله شباب انا اقول هذا الصوت ايش كل مره. شوف ذاك الشباب يسوي حركات كذا عشان يتمسخر بالعدو الان. لك انا الانمي ما يهمني ابي اسوي رقصه. شوف المصور كمان يصور الان. نايس والله نايس والله نايس. وهذه عائله البنات هنا شباب. هنا فاميلي البنات. شوفون هذول البنات كلهم. هذول صاحب هذاك البيت كلهم بنات. هذول هذوليك البيت كلهم بنات. هذول شكلهم مخططين الى عمليه ريد اسطوريه والله. Can I go to casino? Yeah, come come jump in jump in no worry. يبي يروح الكازينو. ويل 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 اركب تفضل حياك الكازينو. يبي يروح الكازينو شباب. يعني شايفني شوفير عندك ولا ايش مشكله شباب. انا يعني انا لما اكون مكانهم احب حد يوصلني. معك معك رخصه قياده ما يكون معك سياره ايش تسوي بحياتك الان. ما يديك تمشي مشي للكازينو. هو يبي يروح الكازينو فلس جو الكازينو. يلا مشينا. وهذا انا وصلتك الى الكازينو يا عزيزي يا طويل العمر. نو بروبلم شباب. بعطيه 100 100000 بعطيه. There we go man there we go bro. Good luck man good luck. ايش يبي يسرقون سيارتي هذول. هي بيسرق سيارتي ذا بنواب واخر مننا. يبي يسوي نفس الحركه شباب. منتظرين انزل من السياره. يخرب بيتكم شباب. والله يبي يسرق سيارتي كان. شوف ايش سوى. كان بيسكر علي الباب من هنا بحسب اني بنزل من السياره عشان يسرق سيارتي امام عيني. يخرب بيتكم كم صايرين حرمية بالسيرفر. والله لازم اسويها انا والله. هذا يبي يسرقني شباب. هذا يبي يسرقني والله. يبي يسرقني والله. يبيني انزل من السياره عشان يصطادني. والله الاعلم يبين انزل من السياره عشان يصطادني شباب. ما بنزل من السياره. هذه خدعه ترى. انتبهوا شباب بالله عليكم. انتبهوا كويس. اللي يلعب بالسيرفر عندك سياره لا ترد عليهم. اذا نزلت من السياره سيارتك طارت. راح يجي واحد راح يسرق منك السياره امام عينك. ما راح يمديك تسوي شيء. اعيد واكرر اناشد جميع السلطات المحليه والامنيه. خلينا ننزل خلينا ننزل. ما راح يشوف نزلت. المشكله كيف انزل الان. والله الشباب لا يصيدوني. شوف لسه جاني. ايش يبي ذا؟ يلحقني في كل مكان شباب. والله يبيني ذا. بحاول اضيعه بحاول اضيعه شباب. روح اخذ مكان. شباب انا الان جيت الى مزاد السيارات علشان القي نظره بسيطه. صار لي قرن ما جيت الى ذا المكان صراحه. بس ابي يكون في سيف زون نوعا ما بالموضوع. ما في سيف زون هنا. والله ممكن سيارتي تطير الان والله. صفيتها جنبا كمان هنا. اعوذ بالله شيل شيلها الان. لا يطلع من عصابه يسرقني الان. يا اخي حسبي الله. والله انه لو اليوم ما سرقوني ما كنت كذا خايف شباب. والله انه سرقوني اليوم ترى. يا اخي ابي القي نظره. والله تسرقها ما تسرقها الله يسامحك يا شيخ. واو ايش هذه السياره. واو هذه كم سعر هذه شباب؟ دايم هذه الفورد رابتور صح؟ لا هذه الدوج رام. اما ما اعرف السيارات انا والله اني تيس والله. هذه كم كم هذا؟ 2 مليون و700 عارضها. هي كم سعرها؟ 3 مليون سعرها. هذا نزل من سيارته شباب. انا بدات اسال نفسي اسئله الان. هذا ليه نزل من سيارته الان؟ الناس يا شباب ما تعرف شلون تنصب عليك. يبون ينصبون في اي شكل يعني مو طبيعي. لا يبي يفك سيارتي. جالس يفك سيارتي. جالس يفك سيارتي. جالس يفك سيارتي. اي اي ماي كار ايديوت. سيارتي سيارتي سيارتي. كيف 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 الغي شباب. كيف الغي كيف الغي. اي اي ايديوت. اي ماي كار. ماي كار ماي كار ماي كار ماي كار ايديوت. ماي كار ماي كار. يا 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 فيكسينج. يا يا فيكسينج. يا ايديوت. كيف كيف اركب سيارتي. كيف اركب سيارتي. صرخ سيارتي امامي. شو شلون وقفه؟ ما عندي ما عندي سلاح. والله اني عرفت والله اني عرفت والله اني عرفت والله اني عرفت. ما يموت هذا ما يموت. طيب شلون هذا ما يموت؟ كيف كيف اضرب كيف اضرب هذا؟ كيف يدي؟ كيف كيف ابي اخذ سيارتي كيف؟ اخذت اخذت السيارة. عصب. شلون كذا؟ وين راح سيارتي؟ وين راح سيارتي؟ والله والله تذبحني والله. تشوف والله تذبحني والله. اشتكي عليك والله. اشتكي عليك الادمن والله. اشتكي عليك الادمن والله. وين راح سيارتي؟ سرقها؟ والله غش والله غش
وربي غش، والله غش شباب، والله غش، والله غش، سرق سيارتي، سرق سيارتي، قسم بالله غش. ايش هذا؟ سرق سيارتك امام عينك، يسرق سيارات السيرفر امام عينك، والله غش. ترى شباب ذي حركه جدا وسخه باللعبه صارت، والله حركه جدا وسخه، ما ينفع، حركه وسخه. توني كسبان السياره انا الان، سرقها امام عيني، ما اقدر اسوي شيء، والله ما اقدر اسوي شيء. شباب والله اذا جيت اسرق الان سيارات السيرفر، والله لو سيارتي طايره، والله لو سيارتي طايره. ابى اوريك من انا الان، دخلت من جديد انا الان عشان لا يموتني الان. والله ما ادري شباب سرقها امام عيني، قسم بالله كنت خايف، والله اني كنت خايف شباب، والله اني كنت خايف. يا شباب سرق سيارتي من جديد، سرقوها، والله غش، والله غش يا عمي، والله غش. شباب انا ما افهم، هذه الروز رايز جات الان سرقت، طب والله لعين الحرب عليكم الان. رحت سالت الادمن الان، كتبت له هل يا ترى احد يسرق سياره امامك، ايش يمديك تسوي معاي؟ اللي يمديك تذبحه. انا حاولت بكسته، ما كان معي سلاح، انا ما كان معي سلاح، المشكله ما كان معي سلاح، هذا اكبر غلطه ما يكون معك سلاح. يا الله يا ولد، والله اني مقهور شباب. سياره الروز رايز انسرقت الان، يعني لازم تطلعها ب 10% من سعرها، ما يعني لازم تدفع 700000 عشان تطلع. بس ايش 700000 معك 48 مليون ايزي. طب بس والله غش. هو سياره شرطه جايز تلحق باندا، شرطه جايزين يلحقون باندا. لا تجيب الشرطه هنا، جاب الشرطه هنا ولا ايش؟ جايين علي هذول الشرطه ولا ايش فيه؟ هلو اوفيسر، ايش جايين الشرطه يسوون؟ اما هذا ما وات؟ اما انت من شرطه، اما والله رعبتني، حسبي الله عليك. سرقها وخلص. يا اخي كيف سرق سيارتي؟ طيب بالله عليك تستهبلون، ايش ذا القانون هذا الغبي؟ اذا عندك بودي كاميرا بلغ فورم. لا لا اسمع، ما مو هذا، مو قصه هنا، لازم كان معي سلاح اطلق عليه. انا سالت الادمن اللي اذا معك سلاح ترى سرقوا مني اليوم سيارتين. تعتبر جرين زون. جرين زون تعتبر صح؟ يب، لو عندك بودي كاميرا بلا بيبلع. امانه امانه بالله والله بشتكي عليه والله. اه يمديك تشوفه انت اللي سرق سيارتي وينه؟ بالله روح الحقه، بالله ليش ما تلحقه؟ طيب جيبه بالله عليك، جيبه. روح روح بسرعه، روح بالله عليك، روح روح، ابي ابي اخذ حقي بالله عليك. والله اني مقهور كثير، قسم بالله مقهور، ولسه يطلق علي كمان، ولك لسه يطلق علي، طلق علي كان بيذبحني. انا طلعت برا السيرفر رجعت فتت. الو الو هلا هلا الو. اسمع السياره صارت عند بيتك، هذا متمشى حوالين بيتك. بالله عليك بالله عليك، يلا هذا متمشى حوالين المنو، هذا متمشى حوالين بيتك. اوكي اوكي، ما فيك تصيده؟ طيب انت ما فيك تصيده؟ ولك انا بهي باندا، روح بيتي باندا، روح بيتي باندا، روح بيتي، يقول لك يتمشى حوالين بيتي. بالله عليك باندا روح بيتي، يعني هذا عارف انا وين ساكن؟ والله لوري والله. اوكي اوكي ما عليك. هو لك وين؟ فوق بيتك في هيك مكان الاكاديمية، ما بعرف شو فوق بيتي، في اكاديمية شرطة. ايوه اكاديمية شرطة، عرفت 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 عرفت. اوكي يلا يلا رايحين، راح كفو كفو. هو باي ثانية بتغير مكانه؟ تمام تمام تمام. باندا باندا روح روح على بيتي 254، بعدين روح على بحدد لك بحدد لك. كان هنا هو يقول لك لا هون في بيوت كثير والله، ليكون سيارتي. ايوه الو الو ايوه ايش اسمع، هذا قالبها مسخره، عم بيروح شوي على المدينه الثانيه شوي بيجي عند بيتك، فتعال عند بيتك اركب معي بالهيلي. روح روح على بيتي، ما بدي اروح على بيتي، نركب الهيلي نركب الهيلي احسن. يقول لك راح صار بمدينه ثانيه، ما ادري ايش يسوي هذا يا اخي. بلا بلا ركبني، بلا ركبني، بلا روح 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 روح، وديني علي وديني علي، قسم بلا بنزل على الطب الان بالباراشوت، بروح اوري من هنا. بلا شوف حظ الغبي، كرشت علي اللعبه يا شيخ. شباب الان طبعا كرشت علي اللعبه، برجع ادخل من جديد، بس اتوقع خلاص البيت السياره طارت. يب السياره طارت، صار في هنا سته سياره طارت 100%. يعني هنا شوف الان يكتب لك البي ام دبليو التايروس، وهذه سياره روز رايز سرقها ب 700000 روز رايز، لازم اطلعها الان. والله ما اطلعها، اسمه جاستن زي فاير، اسمه جاستن زي فاير. اوكي فشوف انا كان يمديني الان اخذ ذي اللقطه، اروح لعند الادمن اخبره انه ذا جرين زون. طبعا اتضح انه الجرين زون ممنوع نوعا ما يسرقون بالجرين زون، اللي هو انا مكان مفروض انزل براحتي فيه بسيارتي، ممنوع ذي الحركه نوعا ما. تمام، فهو استغل ذا الموقف وسرق. انا كان يمديني الان بهذه اللحظه اروح ادمن والله سرق سيارتي، يحكوا لها انذار هذاك، يدخلوه سجن مدري كم ساعه، ما ابي، خلاص مو مشكله ابدا، حصل خير، عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم يا جماعه الخير. ما صار شيء، عادي جدا، كسبنا سيارة وكأنه ما كسبناها، ايزي جدا، هنا تنتهي يعني. اوكي انا هنا يا جماعه الخير خلاص راح انهي المقطع هنا، حاولنا بجهدنا ندور عليه وكل شيء ما مدانا، ايزي جدا. المقطع القادم ان شاء الله ترقبوا سرقه سيارات السيرفر بالكامل يعني. معنا راح نستمتع جدا شباب. اوكي فبس يعني يعطيكم الف عافيه على المتابعه والمشاهده، كان معكم محمود من قناه مم كالو، لا تنسون ايضا تضغطون على زر اللايك يا جماعه، خلينا نوصل اكبر عدد ممكن لايكات، 40000 لايك، ابي اشوف على هذا المقطع بالله عليكم. واللي حاب ينضم معنا بالسيرفر لا تنسى رابط، كل رابط موجود بالوصف، شيك الوصف، انضم معنا، العب معنا، سيرفر مفتوح للجميع. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم.